مشاهدي لنكمل وياكم باقي فقراتنا لهذه الليلة، والآن مع فقرة حكواتي لطيوب. نسأل طيوب إيش القصة اليوم يا طيوب؟ اليوم معي لكم قصة زينة ولا يهمكم، مرة واحد بجيب الكتاب وبحكيها لكم. عنوان إيش القصة يا طيوب؟ أفضل نخليها مفاجأة. مفاجأة؟ حمادة وأكل الحلويات. وش رايكم نقول دعنا واكل الحلويات؟ آه. طيب نسمع احلى تحية لطيوب. طبعا اترككم الان مع قصة قصيرة جميلة لطيوب. يلا يا اطفال يا حلوين يا صغيرين، خليكم معي مستمعين ومركزين ومنتبهين. بعطيكم الغنية الاول حق القصة، تمام؟ شلوا معي بالصوت. يلا قولوا عندي حكاية وبحكي، عندي حكاية وبحكي، عندي حكاية وبحكي، عندي حكاية وبحكي، قصة جميلة قصة جميلة، كونوا معايا وعندي، كونوا معايا وعندي، في كل ليلة عندي حكاية مفيدة للصغيرين للصغيرين للصغيرين. ما شاء الله سمعوا الحكاية. قصة حمادة والحلويات. حمادة من بين أخوته يحبوا أكل الحلوى والشوكولاتة والكاكاو. أكل الحلوى والشوكولاتة وإيش؟ والكاكاو. كثيرا، إلا أنه يهمل الاعتناء بأسنانه. يهمل ايش؟ بأسنانه، وكل ما تنصحه حنان. حنان طبعا هذه أخته الحبيبة والقريبة واللي دائما يلعب معها في البيت وخارج البيت. حنان يحبها حب كثير ويستمع لكلامها، وكل ما تنصحه حنان لا يبالي لا يبالي، وفي كل ليلة يحب يأكل الحلوى. وفي ليلة من الليالي أتى حمادة وهو جوعان، نعم، يبحث عن الحلوى في الصالة في الثلاجة، لم يجدها، فأخذ يصرخ بالصوت: يا حنان يا حنان تعالي إلى هنا يا حنان. جاءت حنان، قال: قولي لي أين وضعت أمي الحلوى؟ أين وضعت الحلويات والشوكولاتة والكاكاو؟ وقفت حنان قليلا وقالت: لماذا لماذا يا حمادة؟ الآن سنتناول وجبة العشاء فلا داعي للحلويات. فقال: لا، أريد الحلوى أريد الحلوى، أريد السكريات أريد الشوكولاتة. فقالت: إذا أنت مصر فهي في الدولاب وضعتها أمي. فأخذ الكرسي وصعد إلى الدولاب وأخذ الحلويات وجلس يأكل يأكل منها كثيرا كثيرا، وذابت الشوكولاتة والحلوى في فم حمادة في فم من؟ في فم حمادة، لأنه دائما يعشق الحلوى ويحب الحلوى كثيرا، نعم. لكن قطعة السكر تحولت إلى وحش، وحش أسود صغير اسمه السوسة. اسمه إيش؟ السوسة. السوسة، ظلت السوسة الخبيثة تحفر في مطاحن حمادة، ونخرت في طاحونته وعملت حفرة كبيرة كبيرة، يتألم يتألم منها حمادة، ولكن دون أن يخبر أحد أنه يتألم. لا أهله ولا أخته محبوبته حنان. لماذا؟ لماذا لا يخبر أحد؟ حتى لا يمنعوه عن أكل الحلوى، عن أكل الحلوى، من أكل الحلويات والشوكولاتة. نعم، وفي ليلة من الليالي إذا بحمادة يبكي ويصرخ: مطحنتي سنوني. طول الليل لا نوم ولا رقود، حمادة يتألم
أوه أوه لا يستطيع. نعم حقه ما يسمع كلام أخته. أيوة أحسنتي يا بنتي، لأنه ما يسمع كلام أخته ولا يسمع نصيحتها. نعم، فبقى طول الليل يتألم ويئن، وحتى في الصباح الباكر التهب خده، وجهه أحمر، فأتى إلى والده يقول: أبي 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 اسعفني، ما أستطيع أن آكل، اسعفني إلى المستشفى. فلما نظر والده إلى خده قال: فلتأتي بمفتاح السيارة ولنذهب معا. وتحرك إلى الطبيب في العيادة، وفي العيادة جلس حمادة عند الدكتور، فكشف عليه الدكتور فقالوا: ما بك يا حمادة؟ إيش هذا؟ فمك كله متسوس، هذه حفرة في طاحونتك تحتاج إلى حشوة. وقام بالتصفية ووضعه على كرسي الأسنان، كرسي الطبيب، وصفى طاحونته حتى أخرج كل السوس من داخلها. وبعد ذلك قام بحشوة، وضع حشوة كبيرة في السنون وطاحونته المتسوسة التي أكلها السوس ونخرها، وقال له: اسمع يا بني، من بعد اليوم قلل في أكل الحلويات والسكريات، وكذلك عليك أن تنظف أسنانك. نعم أحسنتي، بالفرشاة والمعجون. بالفرشاة وإيش؟ والمعجون. وأنتم يا أبنائي انتبهوا لهذا. نعم، وشكر حماد الدكتور وعاد وركب السيارة إلى فين؟ إلى منزله، إلى بيته، وراح لأخته حنان وكلم أخته. من؟ حنان. قال لها: تعالي يا حنان، من بعد اليوم سأسوك أسناني ولن يا سلام عليكم ما شاء الله، ولن أكثر في أكل الحلويات، وكذلك سأكون أذن صاغية لكل نصائحك يا حنان. فقالت حنان: اشكرك يا حمادة يا أخي، وحافظ على أسنانك كما أوصفك الدكتور وكما أعطاك الدكتور من تعليمات وتوجيهات، وعرفنا من خلال هذا يا أبنائي يا صغيرين قصة حمادة، لأنه كان يأكل حلويات بكثرة. وأنا بقول لكم يا عيالي دحين من بعد اليوم الواحد لا يكثر، صحيح ما بنقول لك نحرمك من الكاكاو أو من الشوكولاتة، كل ما شئت، ولكن عليك تنظيف أسنانك قبل النوم، وإذا أكلت الحلوى أيضا عليك بإساكة أسنانك حتى ما تتجمع هناك الميكروبات والجراثيم، لأنه يا عيالي نحن على قولتنا الشيبان نحن المطاحن حقنا ذيلا خلاص ما عادش فينا ضروس خلاص يا عيالي. نحن اليوم فوق 60 قلنا احنا مرة، لكن بركة فيكم انتوا، فحافظوا بارك الله فيكم على أسنانكم. وإلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة نسمع الله. نسمع طيب، واحلى تحية حلوين على هذه القصة الرائعة والجميلة.